بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي الأعزاء في مقرر العلوم الإدارية 4، ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة. في هذا اليوم سنبدأ في الوحدة السادسة، وهي الوحدة الأخيرة، والتي تتحدث عن الأساليب التقنية الحديثة لتأسيس المشروعات الصغيرة. سنتحدث بإذن الله عن المشروعات في المواقع الخاصة وكذلك المشروعات في المواقع العامة. في درسنا الأول، وهو اللي يتحدث عن المشروعات عن طريق المواقع الخاصة، سنتعرف على هذا المفهوم، ما الذي نقصده مشروع صغير عبر المواقع الخاصة، وأيضا مزايا هذه المواقع، وكذلك متطلبات إنشاء المشروع الصغير على المواقع الخاصة، وأخيرا كيف تدار هذه المشاريع عبر المواقع الخاصة. التقنية في عصرنا هذا أصبحت رائدة، وأصبح الجميع يبحث عن التحول إلى عمليات التقنية، ومن ذلك التحول على المشاريع والشركات إلى التقنية، وتصبح إدارة بلا ورق، أو كما يطلق عليها أيضا تجارة إلكترونية، وفي الحكومات يطلق عليها الحكومة الإلكترونية. تسعى كل المنظمات والدول إلى تحويل أعمالها عبر الإنترنت وعبر التقنيات الحديثة. لذلك فإن أيضا المشروعات الصغيرة يجب أن تبدأ وأن تفكر في عملية البدء في المشروع عبر وسائل التقنية، منها الإنترنت. ودرسنا هذا اليوم سنتحدث عن المواقع الخاصة. المواقع الخاصة هي تلك المساحة التي يتم إنشاؤها ضمن خادم ما وتحت نطاق معين من شبكة الإنترنت، بمعنى تقوم بأخذ مساحة في خادم ما لكي تبدأ مشروعك الصغير، وتوظف أساليب التجارة عبر هذه المواقع وتصبح تجارة إلكترونية. مزايا هذا النوع من المشاريع والذي يتم عبر المواقع الخاصة: أولا، سرعة الانتشار. حينما تنشئ موقعك عبر الإنترنت، فالإنترنت منتشر حول العالم، منتشر في كل مكان، سيكون أيضا المجال لانتشار مشروعك الصغير بشكل سريع. كذلك سهولة الوصول وانخفاض التكاليف. سهولة الوصول من حيث العملاء، يصلون إلى موقعك بكل سهولة من حيث أماكنهم، يبدأون بالتسوق، وأيضا التكاليف منخفضة بحيث لا تحتاج إلى استئجار أماكن كبيرة لعرض منتجاتك، إنما هو موقع وخادم عبر الإنترنت يتم استئجاره أو شراؤه، وبعد ذلك ستقوم بعرض منتجاتك. أيضا القدرة العالية على الابتكار والتطوير، تستطيع أن تبتكر طرق جديدة في عملية عرض المنتجات وعملية التأثير على العملاء، وذلك من خلال الوسائل التي تتيحها وسائل التقنية والإنترنت. كذلك كبر حجم مساحة السوق. كما تحدثنا، السوق كبير، ليست مقيدة بموقع معين، كل من لديه إنترنت يستطيع الدخول إلى موقعك في جميع أنحاء العالم. كذلك تنوع السلع والخدمات المقدمة. أصبح المتاجر التي تستخدم المواقع الخاصة عبر الإنترنت لديها القدرة على التنوع وعرض أضعاف ما كانت تعرضه في المواقع العامة، وذلك لأن هذه المساحة غير مقيدة ولا يوجد مساحة محددة لعرض المنتجات. متطلبات إنشاء مشروع صغير. كيف ننشئ مشروع صغير عبر المواقع الخاصة؟ أولا، لابد أن تحجز اسم ونطاق خاص بتسجيل المواقع الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت. الشبكة تتيح للأشخاص من خلال أنه يحجز نطاق، بعد ذلك يسجل هذا الموقع باسمه، وبعد ذلك سيبدأ في عملية إنشاء هذا الموقع. أيضا ستقوم أيضا بشراء مساحة لعملية تخزين والمنتجات ورفعها، المنتجات طبعا التي ستبيعها والخدمات التي ستعرضها، كل ذلك يتم من خلال استئجار مساحة لعرض هذه المنتجات والخدمات.
كذلك ستقوم بتصميم هذا الموقع من الصفر. هذا الموقع يجب أن يكون متلائم مع نشاط المشروع وهويته، وأيضا يجب أن يكون متوافق مع قوانين الإنترنت التي لديها العديد من القوانين لضبط هذه المواقع. رابعا، يجب أن تراعي سرعة التحميل لهذا الموقع، فالعملاء يدخلون من عدة طرق، سواء من الجوال، من الحاسب، من الأجهزة المتنقلة. كل ذلك يجب أن تفكر في هذا الأمر، وأن تعد موقعك موقع سهل ويسير لكي يتم التصفح من أي جهاز يتم استخدامه. كذلك يجب أن تسجل هذا الموقع عبر المحركات الرئيسية في البحث. لدينا محركات رئيسية مثلا جوجل، ياهو، تستطيع أو تقوم بتسجيل موقعك عبر هذه المواقع، ومواقع البحث الرئيسة كثيرة جدا. كيف يتم إدارة المشروع الصغير عبر المواقع الخاصة؟ تحول العمل عبر التقنية، وأصبح صاحب المشروع أو قائد المشروع يجب أن يتابع المشروع من خلال هذه الشبكة، وأن يتابع بشكل مستمر لكي يتأكد أن المنتجات يتم عرضها بسلاسة، الموقع لا يكون فيه بعض الإشكال والاختراقات. يجب أن يتأكد أن العملاء يقومون بعملية الشراء بكل سهولة، وأيضا إذا هنالك استفسارات يتم الرد عليه. إذن تحول العمل عبر التقنية، وعبر مراقبة أداء الموقع، وعبر مراقبة تقييمات العملاء وآرائهم واستفساراتهم. النوع الثاني مشاريع، وهو عبر المواقع العامة. ماذا نقصد بالمواقع العامة؟ وأيضا ما هي مزايا المشاريع عبر المواقع العامة؟ وكذلك لديها متطلبات لإنشاء المشاريع عبر المواقع العامة؟ وأخيرا، كيف يتم إدارة المشروع الصغير عبر المواقع العامة؟ في الدرس السابق تحدثنا عن إنشاء المشاريع عبر المواقع الخاصة، وأن الشخص يجب أن يبدأ مشروعه من الصفر، يقوم بإنشاء هذا الموقع وبنائه، يجب أن يكون ملم بالتقنية، يجب أن يكون ملم بعمليات الحماية ومن الفيروسات والاختراقات. لكن هنا لدينا مواقع عامة شهيرة على الشبكة العنكبوتية، وهذه المواقع تستقطب الملايين من المستخدمين بشكل يومي ومن جميع أنحاء العالم، وبالإمكان استغلال هذه المواقع في عرض المنتجات. ما هي المواقع العامة؟ وهي تعتبر كوسيط، بمعنى أنها هي مواقع ضخمة جدا، يوجد فيها أقسام ومجالات، بإمكان الشخص الاستئجار منصة في هذا الموقع، ومن ثم يقوم بتقديم خدماته عبر هذا الموقع. إذن هذا الموقع كأنه مجمع للمحلات بشكل كبير، ويتم بيع أو مساحة أو إيجار مساحة لأشخاص بحيث يقومون بعرض منتجاتهم. مزايا هذا النوع من المشاريع والذي يتم عبر المواقع العامة: أولاً، إمكانية إطلاق شبكة داخلية مشروع. بإمكانك في داخل هذا الموقع العام أن تنشئ شبكة داخلية، بحيث تضم في هذه الشبكة جميع طاقمك الذي يعمل معك، وأيضاً بإمكانك الاستفادة من خدمات هذا الموقع. كذلك بإمكانك إنشاء واستخدام الموقع بشكل سهل ويسير، ولست بحاجة إلى متخصص في التقنية للبرمجة وإعداد الموقع كما هو في المواقع الخاصة. كذلك التطوير المستمر. هذا الموقع يتم تطويره بشكل مستمر. الموقع العام يتم تطويره من صاحب هذا الموقع، من الشركات التي تشرف عليه، ويصبح هذا الموقع متطور، ولست بحاجة إلى تطويره بنفسك وعمليات من خلال عمليات البرمجة والعديد من الأمور. كذلك بإمكانك استخدام مساحات مناسبة على الإنترنت، بمعنى ستكون هذه المساحة مصممة بشكل يسمح لك باستخدام هذا الموقع. فالمواقع العامة تهيئ أماكن مناسبة ومساحات مناسبة لأصحاب المتاجر الذين يشتركون معهم، وذلك لعرض منتجاتهم ومشروعاتهم بشكل يضمن العمل الاحترافي. متطلبات إنشاء مشروعك الصغير عبر المواقع العامة: أولا، يجب أن تسجل هذا المشروع بأحد المواقع، يجب أن تكون لك عضوية في هذه المواقع، سواء المواقع المحلية أو عالمية. ثانيا، بعد أن تسجل ستخصص طريقة للسداد، سداد تكون آمنة لعمليات دفع الرسوم من خلال العملاء، بحيث تقوم باشتراك بأحد وسائل الدفع
وتهيئها لكي يتم العمل بشكل سهل بالنسبة لك وبالنسبة أيضاً للعملاء. كذلك ستقوم بتجهيز قاعدة بيانات للعملاء، لديك يجب أن يكون لديك قاعدة عملاء وتقوم برفعها على هذه المنصة أو هذا الموقع، وأيضاً تقوم بوضع خطة لعملية كيفية إضافة عملاء جدد في أثناء التوسع في هذا الموقع. في هذا الموقع ستستفيد من هذا الموقع بالحصول على عملاء جدد، وعملاء سيكونون كثر، لذلك يجب أن تضع خطة عمل تتضمن الإجراءات التوسع والتنفيذ. كذلك يجب عليك أن تؤمن مستودع لتخزين بضاعتك ومنتجاتك بطريقة تضمن عدم التلف في المنتجات والخدمات ومراعاة وسائل السلامة في المخازن، كما ذكرنا في درس إدارة المشتريات والمخازن. كذلك يجب عليك أن تخطط لعمليات نقل البضائع من المتجر أو من المخزن إلى العميل، وذلك عبر تعاقداتك مع الشركات المتخصصة التي ستعينك في هذا الأمر. سادساً، اختيار طريقة لعرض المنتجات ومواصفاتها. في المواقع العامة تستطيع أيضاً لديك الحرية في عرض منتجاتك بالشكل الذي تريد، يجب أن تعرضها بالشكل الذي يجذب العملاء لكي يتم الشراء من منتجاتك. إذاً تساعدنا المواقع العامة، ولو لاحظنا ذلك أن المواقع الخاصة تحتاج إلى استئجار خوادم، استئجار أمور كثيرة، لكن هنا يكون الموقع العام مهيئ أو موفر لك هذه الخوادم، فقط هو ما عليك أن تشترك معهم في هذا الموقع وتحصل على عضوية، بعد ذلك تقوم بهذه المهمة. عملية إدارة تشغيل المشروع الصغير عبر المواقع العامة. إن إدارة المشروع الصغير عبر المواقع العامة يختلف عن المواقع الخاصة، حيث أن المواقع الخاصة يقوم صاحب المشروع بكل الأمور من برمجة، من حماية، ويكون مسؤول عن هذا الموقع بشكل عام. أما هنا فإن المواقع العامة لديها سمعة كبيرة، لذلك هي المسؤولة، ستكون هي المسؤولة عن جميع الأمور، لكن يجب على صاحب المتجر الصغير الذي استأجر في هذا الموقع العام أن يراعي العديد من الأمور التي قد تشكل عليه عقبة أو تعيق عن العمل. أولا، الوقت، يجب أن يراعي الوقت في عملية خدمة العملاء، سواء في أثناء الطلب أو استلام المنتجات، يجب أن يحافظ على هذه السمعة بحيث لا يتأخر على العملاء أكثر مما يجب. كذلك الميزانية، يجب أن تكون لدى صاحب المشروع ميزانية التي تساعده في دفع رسوم هذا الموقع، وأيضا في عملية عرض المنتجات وتحديث هذه المنصة التي تم استئجارها. كذلك يجب أن يجود العمل الذي يقوم به، يجب أن تكون نوعية العمل الذي ينجزه عمل احترافي ومميز بحيث يضمن استمرار السمعة الحسنة لهذا الموقع، لأن أي خلل في أي متجر داخل الموقع العام قد يشكل خطر وإشكال على هذا الموقع وأيضا المتاجر الأخرى. ما هو دورك كصاحب مشروع صغير في المواقع العامة؟ أولا، أن تستأجر منهم من المواقع العامة وتنشئ متجرك الإلكتروني بالاستفادة من خدمات هذا الموقع، حيث أن هذا الموقع لديه قاعدة عملاء كبيرة، ومن خلال ربط المعلومات ومنتجاتك في هذه المنصة ستحصل على العديد من العملاء، وذلك تدخل هذا السوق الكبير. كذلك ستقوم بتسويق منتجاتك بين العملاء الحاليين وأيضا العملاء المدرجين في قاعدة البيانات التي أضفتها، وأيضا ستقوم بالعمل على الدعايات للحصول على عملاء مرتقبين. كذلك ستقوم بتصميم الصفقات الشرائية، تصمم العروض، تصمم الصفقات بحيث تكون واضحة للمستخدمين ولمن يزور هذا الموقع، وأيضا من خلال إبراز هذه مزايا منتجاتك بشكل واضح للجميع. كذلك ستحدد آلية التوصيل وتسليم المنتجات، أحيانا يكون المواقع العامة لديها أيضا شركات يتم الاتفاق معها، هل ستشترك معهم في هذا الموقع أم ستكون لك شركاتك الخاصة في التوصيل. أيضا يجب عليك أن تتابع المخزون بانتظام بحيث تراعي ما تم بيعه وما هو متوفر، وأيضا القيمة التي تتوفر لديك من خلال مبيعاتك. إذن لا يختلف الدور عن الموقع الخاص. الموقع الخاص يجب أن يراقب عمليات الأمان والسلامة والاختراقات، هنا الموقع العام يكون هو الذي مؤمن هذه العمليات، ويكون هو الذي يراقب الموقع بشكل عام، ويكون لديه ضمانات لعدم الاختراق بالنسبة للهكر وعمليات الاحتيال والنصب في التجارة الإلكترونية. أيضا في هذا الدرس تطرقنا إلى برنامج بادر لحاضنات التقنية، وهذا البرنامج وهو أحد أهم البيئات الوطنية والإبداعية في مجال
دعم وتأسيس ريادة أو الأعمال والمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال دعم هذه المشاريع بجميع المجالات. وقد تأسس في عام 2007 من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هدفها هو تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. تقدم العديد من الخدمات، منها الخدمات المالية. الخدمات المالية تقدم التسهيلات وكيفية الحصول على اقتراض، وأيضاً تنسيق مع الجهات التمويلية الخاصة بحيث تسهل عمل الاقتراض للمشاريع. كذلك تقدم الخدمات القانونية من خلال شرح اتفاقيات وصياغة العقود وأيضاً الشروط والسياسات، وتدريب العاملين إذا كانوا يحتاجون تدريب في جميع المجالات التقنية، وعقد لقاءات مع رواد أعمال ناجحين لعملية الاستفادة منهم في عمل المشاريع الصغيرة. كذلك تقدم مساحات عمل مشتركة من خلال دعم هذه المشاريع في مكاتب وقاعات تدريب، وأيضا مناطق لتكون مجهزة بجميع الخدمات لكي يتم العمل بشكل احترافي. كذلك تقدم خدمات استشارية لأصحاب المشاريع، سواء استشارات في عمل التقني أو في المال، وذلك مع خبراء مختصين من مجالات مختلفة. كل هذا الدعم لرفع مستوى جودة المشاريع الصغيرة ولجعل العمل فيها عمل احترافي. إلى هنا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم. نتطلع أن نلقاكم في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.